بنسوي الحين سندوتشات دجاج بتتبيلة مرة لذيذة، وبنسوي معاها الخبز. بس قبل ما أبدأ في الخبز بتبل الدجاج عشان يتشرب الطعام. بتبله بزيت الزيتون وشوية ملح، عندي فلفل أسود بعد، ترى كل اللي باقي في الصحن بيرجع للعلبة يعني لا تقلقون. هذه بابريكا وهذا أوريجانو، وآخر شيء شوي من عصير الليمون. غلفنا بالنايلون، ندخلها الحين الثلاجة. كل ما تبغونها تصير أطعم خلوها في التتبيل لمدة أطول، أقل شيء أنا أعتبر أقل شيء ساعة أنها تجلس. شوفوا ما شاء الله كيف الخبز مضبوطة، طلع روعة. نقلبه الحين، نسكر عليه. الصوص اللي بنسويه مع السندوتشات بنحتاج فيها خيار مبشور، بنبشره وبنشفه من الموية، نعصره. أحب هالصوص مرة، يعطي انتعاش للساندويتش. فبعد ما بشرنا الخيار نحط على الزبادي ثوم، ملح، شوية عصرة ليمون، وشبت مقطع ناعم، وآخر شيء قطرة زيت زيتون. بس لو تشموا ريحتها فظيعة فظيعة ريحتها، تمسكونها كذا بالخبزة وعليكم بالعافية.